شيء يسعدنا جدا. اللقاء كان منظم جدا وكان وافي وكان مفيد لكل الحاضرين. يعني بصراحة هو فكرته جميلة جدا. أنا تابعته قبل ما أتعامل مع لو تي في دايركت، تابعته على الفيسبوك والأناونسمنت. فكرته بسيطة جدا، إن هو عايز يوصل مسج ووصل عملها بشكل لطيف، إن هو مرتين في الشهر وقسمت الستودنتس لوحدهم والجراديويتس لوحدهم. ف بحترم المؤسسه دي عشان خاطر هم طبقوا الليجل اويرنس، مش شعارات ان احنا عايزين نعمل وعايزين، لا هم بالفعل عملوا ايفنت جاست ريجستريشن اونلاين والناس بتيجي تاتند، مش بيستفيدوا باي بروفيت غير ان هم فعلا بيسيرفوا الليجل كوميونتي. فانا بصراحه انا سعيده بالفكره وسعيده بيهم، وبتمنى لهم ان هم يتوفقوا ويتوسعوا، ومتاكده ان هم لو تي في سبيشالي بالايفنت بتاع المنصه هيكون ليهم سبب في تطور المجتمع القانوني في خلال مده قليله جدا. ايفنت على المنصه هو من اهم الحاجات اللي بتحصل في المجتمع القانوني في الفتره اللي فاتت. بدانا ان احنا نعمل ايفنت على المنصه، هو تجمع شهري مره في الشهر لطلاب كليه الحقوق ومره في الشهر لحديثي التخرج، نوجههم لايه الحاجات اللي محتاجينها عشان ينجحوا في الشغل بتاعهم. النهارده على المنصه بنشكر شكر كبير جدا لمكتب عبد الرحيم عمرو وشركاه على انهم دعمونا دعم كبير جدا، وكانوا جولدن سبونسر الراعي الذهبي لينا. ومعروف في مكتب عبد الرحيم عمرو طول عمره بدوره في تطوير المجتمع القانوني ومساعدة الشباب وتطويرهم، شكرا ليهم جدا. احنا بصينا في السوق لقينا الدنيا كلها بتشتغل في الماركتنج، بس الليجل محدش مهتم بالليجل ماركتنج نهائي او بالماركتنج خالص. بدأنا نبص في المينا لقينا محدش اشتغل في دبي، محدش اشتغل في البحرين، محدش اشتغل في مصر. شفنا مين اللي شغال، لقينا USA بس هي اللي موجود فيها ليجل ماركتنج، UK كمان كان موجود فيها سامبلز بسيطة. بدأنا ناخد السامبلز دي ونطبقها، ودرسنا يعني ايه ماركتنج، ودرسنا بره مصر يعني ايه ليجل ماركتنج، بدأنا الابلاي ده على الليجل ماركتنج اللي موجود في مصر، والماركتنج بتاعنا والماركت عامل ازاي، وشفنا الشيرز بتاعتنا موجوده فين، وبدأنا الابلاي ده للمكاتب ونقدم لهم شركات ماركتنج. خدمات ماركتنج نقدر نستخدمها في كل وقت وفي كل لكل مكتب بكل شكل وبكل لون. ايفنت طبعا كويس جدا، مفيد بالنسبه للطلبه وبالنسبه للخريجين. في معلومات كتير بالنسبه لهم تبقى في الواقع العملي مش موجوده، الدنيا ماشيه ازاي بعد التخرج، ممكن اشتغل فين واشتغل ايه وشهاده الحقوق بتاعتي، كل حاجه بالنسبه لهم تبقى مفيده جدا يعني في الواقع العملي. هم اغلبهم دايما بيسالوا عن الموضوعات العمليه اكتر، فمحتاجين ان احنا نزود الموضوعات العمليه بالنسبه لهم. ايه هي مجالات العمل الداخل، مجال المحاماه نفسه العمل بتاعها عامل ازاي، البيئه بتاعتها عامله ازاي، اعتقد هيبقى مفيد بالنسبه لهم اكتر كمان في المراحل اللي جايه.